احنا يعني ايضا كان في امراض ما كنا احنا نشعر فيها. يعني احنا لما جينا خلصنا الثانويه وجينا وقالوا لنا والله احنا بنوديكم امريكا وطلعوا فيز، رحنا للسفاره الامريكيه بنطلع فيز، قالوا لابد انه يكون يعني في شهاده من المستشفى الامريكي ان انت لائقين صحيا. 13 واحد احنا كلنا سقطنا، ما فينا ولا واحد لائق صحيا. وطلع يعني بشنو احنا ما فينا شيء يعني ما لا ولا اثر فينا، كلنا فينا دود داخل المعده الله يوريك كل واحده 30 سنتي 20 سنتي دود يعني وهم قاعد يعني من وين هذا الدود؟ من الاكل ولا من الماء اللي انت تشربه كله اصلا في الماء ما ملوث بس كان في مناعه يعني مو مفلتر مو مفلتر لا وين في فلتر فلتر هو يمر في الماء من الحمار يجيبه بجربه ثلاث اقرب كل 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 جربه 15 لتر فعندك انت 45 لتر 45 لتر الماء لو تشوفه يعني ماء حتى ما تغسل فيه لتلون تشربه يعني بس هذا اللي موجود فتجيب الحمار يحطه في حب في الحب هذا يعني انا اعطيك شو اللي شفته انا والدتي تي وتاخذ شب نسوي هو ملح ابيض تاخذ الشب هذا وتمرره فوق على هذا شويه ولا تشوف لك غطاء ابيض صار فوق وبدا ينزل 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 الجزء اللي فوق هذا هو الصافي فتشيله وتوديه للبرمه تحطه بالبرمه فنحنا نشرب من البرمه من هذا الماي الجزء الفوقي من الماي يعني هذا الحين الشاب لما نزل وكل ما تتعلق في الشوائب يثقل وينزل اكثر فبالاخير يصير عندك انت كل الشوائب هذا بس نشوف الدود اللي فيه يطمر كذي اب اند داون يعني رايح تشوفه عادي يعني بالنسبه لنا فميني التلوث دي من هذه يعني بس المفارقه لما سويته التحليل ولا التحليل الطبي انت كنت ربعين لازم تاخذون كورس شيء ولا شيء عشان توصل احنا الحين نبي الفيز حق امريكا امريكا ما هذا لازم يكون انت لائق صحيا فلائق صحيا شافونا ان احنا كلنا في ندود فعطونا لمده اسبوع او 10 ايام او اكثر مسهل كل يوم الله وكيلك الين ان نظفوا المعده بالكامل وتالي عطونا الشهاده عجيب بعض طلبة تأخروا يعني شهرين وثلاثة أشهر بس اللي خلصنا تقريبا 13 واحد خلونا عطونا الفيزا بس ما وصلتوا وسويتوا هناك تحليل طبي ثاني ولا قعدت مع ديك هناك شيء ثاني هناك يعني تعميم أولا احنا الحين نتكلم قبل الاستقلال فما كان في عندك انت سفارة فكانت حكومة الكويت متفقة مع شركة النفط الأمن أويل أمريكان إندبندنت أويل كمباني إن إيه اللي تكون مسؤولة عنه في مثابة الملحق الثقافي وهم اللي يجدون المعهد اللي ندرس فيه لغة هم اللي يختارون الجامعة اللي ندخل فيها بعد معهد اللغة وهم اللي يعطونا الراتب الشهري هم اللي أي شيء عندنا مشكلة وكان مقرهم سان فرانسيسكو فيابوا كل اللي طلب الكويتيين اللي موجودين في أمريكا كلهم كانوا يدرسون في كاليفورنيا بس أول ما دخلنا ودونا مثلا أنا دخلنا في يونيفرسيتي أوف ميشيغان أن أربر ميشيغان بس بعد ما تخلصت
هناك لأن عندك أنت خلني أقول استمرارية وشي يكون عليك مع المدرسين يشوفون مستواك ويعني أي مشكلة. فيانا تعميم، التعميم يقول روحوا حق طبيب أسنان وروحوا حق طبيب عيون على أساس يتأخر. فأنا أتذكر رحت طبيب الأسنان افتح حلجك فتح حلجك. يسألني قال من مسوي لك التقويم؟ هي تقويم زين، من اللي منظف؟ ما في عندك كافيتي بالمرة؟ شون عمرك 17-18 سنة يعني عادة الأمريكان شوف ضروسهم معقولة. قلت له والله ما يعني ما أدري، ما حد ما ولا ما عندنا شيء اسمه تقويم، ولا قط دخلت أنا عند طبيب أسنان، أنت أول واحد بحياتي أدخل طبيب أسنان ما أعرفه. بس أنا أتذكر أن والدتي كانت تجبرنا يوميا نفرش ضروسنا في كولجيت، كانوا أبوي يروح يتردد على البصرة فيجيب كولجيت. تقريبا 4-5 أيام أطلع أنا من المحاضرة ولا واحد لابس بدلة قدامي طالعني قال مستر الرئيس. قلت له إيه؟ قال سمايل تسم. ما أعرفه، أقول نفسه أنا بديت يعني تناجر معه، قال لي بليز ابتسم بس أنت أنت معاند. المهم يعني باسم الفعل ضحك. شلون تبتسم وأنت معصب؟ ابتسمت. كان يقول لي عندي أنا عرض لك من أحسن ما يكون. مشين العرض؟ قال بس تطلع على التلفزيون، كان تو التلفزيونات طالعة، تطلع على التلفزيون وتقول اللي قلته حق الطبيب، طبيب الأسنان، ونعطيك فلوس الدنيا. كان راتبنا $250 بالشهر. قلت له والله أولا أنا ما أقدر لأن أنا على بعثة ومرتبط في شنو الشروط، عندك مستر بول جيل وعندك كلايد لي ماستر هم اللي مسؤولين عن هذول الاثنين اللي مسؤولين عنها. فالمهم يوميا قلت له والله شوف هذا تلفون، ما كان في موبايلات، هذا تلفون مستر جيل روح. فالظاهر هذا قال له لا يعني انت قاعد طايقه ضايق طالب معنا ففتش عنا وإلا ترى حنا نقيم عليك دعوة ففتش. بس زملائي بالجامعة يقولوا لي أقبل الأوفر والمكتب يقول لي لا لا يحوشك لو قابل الأوفر وموزع الأرباح على أصدقاء. بس المفارقة أنه دود ببطنكم لكن ضروسكم نظيفة. أنا أقصد هذا أبي أوصل لأنه ما كان في كاكاو وحلاو بالضبط يعني شيء اللي يعني ناكل التمر بس هذا الحلاو أوكي، ولا يسوون عصيدة ولا يسوون قرص عقيلي يعني ما عندنا صج يعني الحلويات اللي تنخر فيها الأسنان.